إذن عدنا. حديث القاهرة هذه اللحظة حديث فني. ليه؟ أو ربما حتى يبقى أبعد من الفن، لأنه في الفترة الأخيرة أكثر من مطرب مطربة وقفوا قبل الغناء على خشبة المسرح وتحدث أو تحدثت بكلمات أو تعليقات أثارت جدلا ونقاشا وانتقادات، بعضها حاد وغاضب وبعضها يلوم ويتهكم ويسخر، لكن في المحصلة واضح أنه الكلام الشفاهي المرتجل ما قبل الغناء ده أمر في حاجة إلى تأمل تاريخي وفي نفس الوقت الحاضر. عشان كده قلنا تعالوا نسأل واحد من أعمدتنا في النقد الموسيقي، كاتبنا الكبير والناقد الموسيقي الكبير أستاذ محمد دياب. أهلا بك أستاذ محمد، منورنا. الله يخليك، أهلا بك يا أستاذ إبراهيم. تاريخنا يحمل مشاهد كثيرة في هذا السياق لمطربين مصريين عرب كبار بيقولوا كلمة لجمهورهم أو للمشهد المحتشد أمامهم قبل بداية الحفل، قبل بداية الأغنية، لكن المشهد أو المشاهد المتتالية مؤخرا يبدو بينها بون وفرق شاسع. هل هذا حقيقي أم أنا أبالغ؟ أكيد حقيقي. واضح أن هي يعني نقدر نقول أزمة ثقافة أو أزمة عدم دراية بمعرفة ما يليق أنه يقال على المسرح. يعني السيدة أم كلثوم مثلا في حالات إذا كانت هتقول كلمة على المسرح، وده بيبقى نادر، يعني كان الأستاذ رامي بيكتبها لها، بيقعدوا سوا. يا سلام. يعني لم تكن قالتها أمام عبد الناصر. أمام عبد الناصر وأمام الملك فاروق في حفل النادي الأهلي، مكتوبة من أحمد رامي. يا خبر أبيض. يعني مرات قليلة مثلا في كلمة اللي قالتها في مسرح أولمبيا، قالتها يا جماعة مرتجلة، مش قالتها هذه شفاهتها مش مقروءة، قالتها يعني بعظمة رهيبة. نعم. يعني عايز أقول أنه يعني يعني أنا أمام ملك مصر، أمام رئيس مصر، فلا حتى أنا أم كلثوم اللي هي بليغة بالفعل وتملك مقاليد ثقافتها العربية وجودة أدائها الأسطوري في الإلقاء، إلا أنها آثرت أنه شاعرا وأستاذا كبيرا يصوغ مع هذه الكلمة مش تقولها لمجرد بشكل تلقائي. نعم. يعني هي السيدة أم كلثوم هي اللي أرست تقاليد وقوف المطرب على المسرح. هي والأستاذ محمد عبد الوهاب من عشرينات القرن العشرين. كان قبل كده الغناء جلوسا. كان جلوسا، كان في الصلاة، انتقل للمسارح، كان عوالم بيغنوا في الصلاة. هي شموخها التقاليد انها تقف ما تتكلمش الجمهور، عملت حاجز بينها وبين الجمهور، حاجز لمصلحتها هي لهيبتها. صحيح. لانه المطرب ليه هيبة على المسرح، هيبة ومكانه. قال الأستاذ الفنان عبد الحليم حافظ كسر الحاجز ده، انه ابتدى يهزر مع الجمهور، يكلمه، يقدم نفسه، يقدم الفرقة الموسيقية، يسميهم واحد واحد الى اخره، وابتدى يرتجل كلمات. يعني حصل له ازمتين كبار جدا، 64 في حفلة نادي ضباط القوات المسلحة في عيد الثورة قدام الرئيس عبد الناصر، لما السيدة ام كلثوم طلبت انها تطلع تغني الاول على عكس المعتاد، يعني كان هو بيغني في الاستراحه بتقول واصله، وبعدين هو بيترجع تطلع تاني، فطلع متاخر وارتجل كلمه قدام الرئيس عبد الناصر وقال انا مش عارف يعني ظهوري بعد ام كلثوم ده شرف ولا مقلب منها. وارتجل كلمه تانيه دفع ثمنها يعني جامد، يعني ام كلثوم غضبت غضب عارم وحصلت ازمه كبيره بسبب الموقف ده. وعبد الناصر نفسه غضب. نعم. هو على عكس الشائع عبد الناصر كان من محبي فريد الأطرش مش عبد الحليم حافظ. ده حسب ما كان بيقول الأستاذ وجدي الحكيم، بس هو طبعا في مكانة كبيرة. طبعا في مكانة هائلة لعبد الحليم. هو ابنه وابن ثورته، لكن في المحصلة الزائقة كانت من الأول مع فريد الأطرش. لكن هو الحقيقة الزعيم جمال عبد الناصر كان بيحب عبد الوهاب أكتر، يعني نجيب الأصل يعني. هالأصل دور. يعني 76 عبد الحليم عمل أزمة كبيرة طبعا في حفلة نادي الفنجان. قارئة الفنجان. بس كان ده مقلب، يعني ده كان مقلب مدبر ليه استفزازه من قبل مطربة عربية معروفة يعني. والواقع يعني هقول الفنانة وردة الجزائرية، لأنه الصحافة اتكلمت
ومجله اخر ساعه جابت كلام لعبد الحليم وجابت كلام لورده، وفي الاخر صالحوهم في بيت الموسيقار محمد عبد الوهاب. لكن ده كان يعني تقليد يبدو تقليد سلبي وسخيف، انه كل مطرب منافس يبعت جمهور مناوئ يفسد حفله الاخر. وتورطت السيده ورده في الموضوع ده مع عبد الحليم، واستفزوا كثيرا ما اقدم عليه هذا الجمهور، الى حد بقى المقوله بتاعته لو انا بعرف اصفر انا الاخر وبتاع يعني. بس بقى وانا كمان بعرف اصفر. بس دي الجمله الفظيعه الرهيبه التي يعني حسبوه عليها. حساب عسير الحقيقه. ده سيد الملاح المونولوجيست الشهير بعد كده كان بيعمل حفلاته بيسخر من عبد الحليم وطالع بنبوت وبيزعل الجمهور لا يصفر اضربه يعني لم يرحم عبد الحليم وهو عبد الحليم يعني. لا هو الحقيقه معذور يعني، يشوف شديد الحفله يشوف انه مش مدينه فرصه يغني بيصفروا ويسقفوا، حد ماسك بدله رسم عليها فنجان وطالع يلبسها له على المسرح. فلا كان في تجاوز فظيع الحقيقه في يعني من قبل الجمهور يعني. هو اخرج الرجل عن شعوره. يعني هو قال احنا من بداية السبعينات الدولة منعتنا عن المسارح الكبيرة زي قاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة او دور السينما او المسارح، وبقينا نعمل الحفلات العامة في النوادي، في نادي الترسانة والنادي الاهلي والزمالك بنعمله في اسوان، وكراسي خشب بتاعت قهاوي وهرجله وبيجي جمهور بقى من مشجعين النادي يهيصوا ويسقفوا حاجات كده يعني، فبيحصل تجاوز من الجمهور. يمكن من اشهر المرات برضو اللي حصل في مره يعني ساحقه السيده ام كلثوم زعقت صرخت في وجه حد من الجمهور في حفله في طرابلس الغرب في ليبيا سنه 69، مش عارف حد كان بيقول لها ايه كلمه مسيئه، فقالت له اخرس قليل الادب. صوتها ده طلع في التسجيل، يمكن دي المره الوحيده اللي سمعنا فيها حاجه ام كلثوم كده يعني. طبعا كان في تجاوز مثلا يعني، هو لازم الانسان الفنان يتعلم اللياقه الاتيكيت زي ما بنقول، يتعلم صحيح. ازاي لكل مقام مقال. انا في جلساتي الخاصه مش هتكلم زي وانا على المسرح، مش هتكلم صحيح. زي وانا في لحظات ثبات انفعالي، وفي لحظه لو انا مقرر ان انا اتكلم فعلا اجهز يعني. يعني الاستاذ فريد الاطرش في الحفله اللي عاد بيها لمصر بعد غياب سنه وسنتين وكده عامل مقدمة عاطفية شديدة جميلة أوي من يعني. المؤكد أنه كان أعدها من قبل يعني، لا يمكن تكون عفو الخاطر يعني. بس كلام جميل يعني جدا. كلام جميل يعني. احنا بنلاقي مثلا المطربة وردة الجزائرية في التسعينات كانت دايما بتظهر في حفلات احتفالات أكتوبر في حضور الرئيس المبارك، فاخر ظهور ليها طلبت من الجمهور يسقف، وبعدين قالت سقف معانا يا ريس. طبعا ده تجاوز في كل الاحوال يعني، ما ينفعش يعني زي نرجع نقول لكل مقام مقال يعني. صحيح. انا لما هعمل حفله في نادي غير لما هعمل حفله رسميه وفيها حضور رسمي، لا يبقى ده لي ودي حاجه ودي حاجه يعني. صحيح. هي ثقافتها الفرنسيه كانت غالبه عليها اكتر، هي كمان كانت تتكلم مع الجمهور وتهزر. انا اذكر مره كان طالعه في حفله وواحد من الجمهور بيقول لها يا ورده، فبتقول له نعم، قال لها غلبنا الجزائر يا ورده، كنا بنلعب ماتش كوره مع الجزائر وغلبنا الجزائر. فهي بتاخد وتدي مع الجمهور، وده غلط يعني. مش مفروض المطرب يكسر حاجز قوي خالص كده يعني. لازم برضو يعمل في مسافه ما بينه وبين الجمهور اللي قاعد عشان ما يحصلش تجاوز يعني. صحيح. انا في الفترات اللي لما كان محمد منير بيغني في الجامعات في شبابنا يعني وفي شبابه، فكان دايما يتكلم ويحكي ويقول قبل الاغاني، فكنت دايما انا يعني اضع يدي على قلبي، انا من محبي منير جدا، لان منير يعني ممكن يقول حاجات مش مفروض تتقال، فكان ربنا بيسلم يعني. احنا عندنا نموذج حلو برضو مشرف، الفنانه انغام يعني ما شاء الله عليها يعني. شوف الكلمه اللي القيتها في حفله مقاويت محمد الموجي في السعوديه. صحيح. يعني عارفة هي بتقول إيه ومحضرة وبتتكلم بشكل لائق جدا ومشرف جدا الحقيقة يعني. صحيح. فياريت كل الفنانين يتعلموا ده، كل المطربين قبل ما يطلع على المسرح يبقى عارف إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش. المجاملة الخاصة بالجمهور، الناس يقول لك يعني إحنا في أجواء احتفالية ورايحين لجمهور ياما يعني مطربين عرب قالوا كلام لطيف جدا عن مصر والشعب المصري قبل غنائهم على المسرح في حفلاتهم في مصر،
وتقبلنا احنا ده بروح جميله ودوده واحنا اساسا قبله العرب، فلماذا نأبى على انفسنا ان اخرين يجاملوا او ان اولادنا او فنانيننا يجاملوا الشعوب الاخرى يعني وجماهير الحفلات في الدول العربيه؟ لا بأس يعني. أكيد، بس أكيد المجاملة دي لازم ما تبقاش فيها مبالغة قوي أو أفوارة قوي أو انفلات قوي، يعني إنه ما ينفعش مثلا تقول على البلد اللي أنت رايح تغني فيه ده أعظم البلد اللي أنا جاي منها مثلا. يعني لا بقى، يعني يبقى في لياقة، في لياقة يعني في. وهل تفتكر إن دي عاطفة تلقائية كده قالها والمفروض إنه لو كان ناوي يقول كان لازم يستشير اللي حواليه؟ وتفتكر اللي حواليه يعني عندهم برضه الوعي الضامن انهم يقولوا له قولوا ما تقولش؟ ده يتوقف على اختياراته هو، يعني انا لما احب يعني اغني في بلد شقيق يعني واجامل الجمهور واقول كلام حلو، برضو الكلام الحلو لازم يكون منطقي ومعقول وفي حدود. يعني يا اخي انت عندكم اصدقاء شعراء كتير من اللي بتتعاملوا معاهم كلموه في التليفون يا فلان انا عايز اقول كلمه تحيه للجمهور قبل ما اغني، قول لي حاجه كده ملها لي ابعتها لي واتساب عشان اقولها، وراجل يعني شاعر اكيد هيديله لغه جميله يعني ورقيقه وما فيهاش تجاوز. بالظبط بالظبط، ده اكيد يعني نتمنى ان كلهم يعني ياخدوا دروس من او عبره من المواقف اللي حصلت كتيره في الفتره الاخيره دي. اتمنى، لكن عموما في المحصله وانت طرحت في الاول فرق الثقافه، هل بتعتقد أستاذ محمد دياب أنه المطرب عليه أن يكون مثقفاً؟ أليس مطلوب من المطرب أنه هو يغني ويمتع يتمكن من مهنته ومن شغلته ومن أدائه الفني، وأنه ليس بالضرورة يكون مالكاً لشخصية يعني قوية مثقفة عنده ثقة المعرفي واعي باللي حواليه؟ يعني مش بالضرورة يعني. هي يعني الثقافة برضو نسبية، بس يعني احنا ناخد نموذج زي الموسيقار محمد عبد الوهاب. الموسيقار محمد عبد الوهاب يمكن ما دخلش مدرسة داخل كتاب، ومع ذلك اللي علمه ورباه أمير الشعراء أحمد شوقي. صحيح. يعني وكل النخبة اللي شوقي عرفهم عليه. عبد الحليم حافظ اتعلم من ده من عبد الوهاب. عبد الوهاب قال له خليك زي الأسفنجة، يعني اقعد في المكان ما تتكلمش واسمع وتعلم. فكان حليم يقعد مع كامل الشناوي واحسان عبد القدوس ومصطفى امين ويقعد مع كل كبراء البلد ثقافيا ويتعلم ويسمع ويكون ثقافته واراءه ونظرته للحياه وللفن من خلال الناس دي. فليه هم ما يتعلموش زي كده؟ يعني يحيطوا نفسهم بناس عندها حد ما من الثقافه يعني او من الفكر او من يعني مش لازم هم يقعدوا يجيبوا كتب ويقروا ويتثقفوا يعني برضه. صحيح. يعني صحيح، بس لازم يكون عندهم النية والإرادة لده، لأنه في حالة استخفاف حتى بالثقافة، وبنلاقي كمان الإمعان في الخطأ. يعني عندنا مطربة مصرية يعني كلما تحدثت كلما يعني أغرقت نفسها في ورطة، ومع ذلك هي مصرة ومستمرة وكأن لا سقف للمعرفة يعني. واضح انه لا سقف لحد الغفران من الجمهور ليها، يعني الجمهور بيحبها لدرجة انه خلاص تعمل اللي هي تعمله وتقول هي تقوله يعني. صحيح. خلاص صحيح. يعني او رمى طوبتها خلاص. له غنائها وليس له كلامها يعني. اشكرك جدا استاذ محمد دياب كاتبنا الكبير، اشكرك للغاية. الى فاصل.